مساء الدوحة. مستمعينا الكرام، بيوت الشباب القطرية تشارك في اجتماع مدراء بيوت الشباب الدولي بالنمسا، ويسعدنا أن نرحب في هذه الوقفة بالأستاذ عبد العزيز خليفة العماري، رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب القطرية وممثل الجمعية خلال الاجتماع. تحية لك من جديد الأستاذ عبد العزيز، وأهلا ومرحبا بك دوما. أهلا وسهلا فيك وبجميع المستمعين عبد الله. الله يحييك. نتوقف مع مشاركتكم في اجتماع مدراء بيوت الشباب الدولي بالنمسا ونلقي الضوء على هذا الموضوع، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه الصلاة. اجتماع المدراء التنفيذيين هذا اجتماع يقيم الاتحاد الدولي كل عام، وهو يجمع المدراء التنفيذيين لجمعيات بيوت الشباب حول العالم. نعم. هذا العام يعني كان الاجتماع أخذ اهتمام أكبر، لأن احنا في حركة الشباب الدولية نمر يعني بمرحلة يعني تحويل المسار إلى طريق جديد ورؤية جديدة من الاتحاد الدولي، تحويل المسار العمل من بي تو سي إلى بي تو بي، بحيث يكون الاتحاد الدولي معني بخدمة الجمعيات الوطنية وترك يعني حل أمور النزلة والأعضاء ما بين الجمعيات ومنتسبينها أو زوارها ونزلاءها، والتركيز على بعض الأمور أيضا المهمة، منها حل مشكلة الموقع الجديد للاتحاد الدولي 360 درجة، أي يعطي جميع الخدمات التي يحتاجها الموقع أو العضو أو النزيل في راح تكون في موقع واحد. هذا الموقع عانى من بعض المشاكل التي تحتاج إلى دعم من جميع الدول، فكان الاجتماع يعني يحرص على كيفية الحل يعني هذه المسألة، ويعني وضع إجابات صريحة ودقيقة لحل المشاكل التي حدثت في 63. والحمد لله احنا في جمعية بيوت الشباب القطرية كانت لنا رؤية وقدمناها في هذا الموضوع، وهي لاقت قبول واستحسان الاتحاد الدولي وجميع الأعضاء، واعتقد ان يعني في المرحلة القادمة راح يتم العمل بوجهة نظر يعني جمعية بيوت الشباب القطرية وتحويل مسار الموقع الدولي راح يكون بحسب وجهة نظر جمعية الشباب القطرية. هي جمعية الشباب القطرية كانت أحد يعني أربع جمعيات عربية فقط مشاركة، والحمد لله يعني كانت المشاركة إيجابية وفعالة، وهذا يعني كل دائما من جمعية الشباب القطرية نتشارك، ولكن إذا شاركت تشارك بفعالة. نعم. لو تكلمنا عن بيوت جمعية بيوت الشباب القطرية وفي هذا الاجتماع الدولي، أين موقع البيوت الشباب القطرية بالنسبة لنظرائه على مستوى العالم من حيث الكفاءة من حيث المستوى؟ الجيد في الأمر أنه كان مسؤول الجودة في الاتحاد الدولي سيدي أبن بروس كان حاضر الاجتماع، وقدم في أثناء الاجتماع يعني مداخلة، أيوة، وشرح عن جمعية الشباب القطرية، ويعني يبين اندهاشة أن الجمعية كيف يعني تمكنت من الحصول على شهادة الجودة المتقدمة مباشرة. بين قال أنا شفت الجمعية قبل وشفتها الآن، ويعني أقدر أقول لكم الآن أن جمعية الشباب القطرية واحدة من أفضل الجمعيات على مستوى العالم، مستوى التقدم فيها كبير، مستوى الجودة ممتازة، واللي يميز الجمعية القطرية أنها يعني غير ثابتة على مستوى يعني واحد، دائما ما تطور وتقدم. هذه كانت شهادة يعني جميل تقدرنا صراحة يعني أنها تقدم أمام جميع الدول. جميل. ومن المسؤول على الجودة في الاتحاد الدولي
والحمد لله يعني هذه بسواعد شباب هالقطر. يعني احنا وصلنا على الى هذه السمعه. نعم. المسؤولين ما قصروا معنا, والشباب الحمد لله كلهم عطاء وكلهم يعني اصرار على خدمه هذا الوطن وشباب هذا الوطن. الحمد لله. وقفتم اكيد على اخر واحدث المستجدات في حركه بيوت الشباب على المستوى العالمي من خلال المشاركه في اجتماع مدراء بيوت الشباب الدولي بالنمسا. اطلعنا ايضا على المستجدات. هذا الاجتماع هو يعني التركيز على رؤيه الاتحاد. ايوه. كانت احنا لنا يعني بعد المداخله ان الرؤيه يجب أن تكون لخدمة رؤية الاتحاد الدولي, مش كل مجلس إدارة يجي يعمل له رؤية جديدة. فالحمد لله يعني الاتحاد الدولي بعد يعني أوضح لنا أن هذه الرؤية رؤية الاتحاد تصب في خدمة الرؤية العامة للاتحاد الدولي, رؤية المجلس الدولي أو المكتب الدولي رؤيته تصب يعني في خدمة رؤية الاتحاد الدولي التي تعني بجميع جمعيات الشباب حول العالم. يعني أنا حضرت يمكن خامس اجتماع هذا أحضره, ولكن هذا الاجتماع كان مميز هذه المرة, يعني أكثر دقة في العمل وأكثر فاعلية وأكثر إيجابية. فإن شاء الله أن النتائج راح تبين في الأيام القادمة. إحنا عندنا بعد قرابة الشهر يعني في دلهي تجمع آسيوي عربي أفريقي, وراح تحضر أيضا رئيس الاتحاد الدولي. يمكن خلال هذا التجمع راح تطلع نتائج يعني الاجتماع المدراء التنفيذي إن شاء الله. أيضا في الصيف القادم إن شاء الله راح نكون في المؤتمر. أيوة. راح تكون هذه الأمور محل التنفيذ اعتبارا من المؤتمر الدولي إن شاء الله. المؤتمر ومؤتمر اللي يعقد في أورغواي أعتقد هناك. أيوة مؤتمر. نعم. هذا هو المؤتمر فعام 2016. نعم. إن شاء الله. إن شاء الله. نتمنى لكم كل التوفيق ومشاركات فعالة على مستوى الدولي أيضا. فدوما نتمنى لجمعية بيوت الشباب القطرية كل التوفيق وكل النجاح, ونستمع إلى أخباركم دوما وتطلعون على أخباركم الجديدة أولا بأول كالمعتاد إن شاء الله. شكرا جزيلا. الله يحفظك. شكرا للأستاذ عبد العزيز خليفة العماري رئيس مجلس إدارة جمعية بيوت الشباب القطرية ومثل الجمعية خلال اجتماع مدراء بيوت الشباب الدولي بالنمسا. كل الشكر وإلى اللقاء.